تم الانتخاب ديالي في المجلس في الجمع العام التأسيسي ديال جمعية مراسيل كرئيس. وأول حاجة شكرا بزاف على قناة أشواق اللي قدرت تغطي الحدث. إن شاء الله الفكرة كانت في الأول ما أننا كنا فاعلين جمعويين في بعض الجمعيات، كانوا عندنا أفكار واحد الطاقة شبابية. إن شاء الله قدرنا أننا نجيرو نأسسو واحد الجمعية اللي تحمل هذه الطاقة هذه وتوصل الأفكار ديالنا وتكون واحد الرسالة، ما أن الاسم تاع الجمعية مراسيل يعني مبعوث، تكون أنت تحمل هذه الرسالة ديالنا وأننا نكونوا واحد الرسالة لذوك الناس، نكونوا نصيفطوا الخير لهذوك الناس ونعاونوهم، لا من ناحية ديال الأطفال، المرأة، المسنين، وحتى إن شاء الله ذوي الإعاقات. صراحة بالنسبة للفكرة كانت في الأول عبارة عن فكرة كأي فكرة، كان عندنا كما قلت كان عندنا واحد الطاقة، كان عندنا أفكار، كنشوفوا ما أننا كنا فاعلين جمعيين، كنا كنشوفوا شنو واقع في هذوك المناطق العشاء اللي بعيدة شوية على مراكش بما أننا ساكن في مراكش. صراحة كل واحد كيفاش كيلقى راحته في شي مجال فني، شي حاجة يقدر يضحك الناس، يقدر يثير الإعجاب ديال الناس، قدرنا احنا اننا نكونوا ناخذوا سعاده ديال الناس باننا نوصلوا لهم داكشي اللي بغاو وداكشي اللي ان شاء الله تيحاولوا يطمحوا يشوفوا. مريم ايتشطو، نائبه رئيس جمعيه مراسيل المتحده ومكلفه بالعلاقات الخارجيه والناطقه الرسميه باسم الجمعيه. اليوم كان الجمع العام التاسيسي لجمعيه مراسيل المتحده، فهاد الجمع العام ما جاش هاد النقطه، ما جيناش وحطنا على ارض الواقع، ولكن هي كانت واحد الفكره في الاول، كانت غير فكره ما بين جوج ديال الناس، من بعد طورت الفكرة ما بين ثلاثة ديال الأشخاص، وفي الأخر حطيناها على أرض الواقع، لقينا مساعدة زعما. ولكن فاش كنقولوا مراسيل ما كنجيوش وكنقولوا شي حاجة اللي سهلة، بالعكس كانت مراسيل واحد الحاجة اللي تعذبنا عليها، واحد الحاجة اللي ضربنا عليها تمارة، وحنا اليوم مفتخرين بزاف بهادشي اللي دايرين اليوم. حنا مفتخرين بهذا الجمع العام التأسيسي، مفتخرين بالناس اللي حضروا معنا، مفتخرين بالناس اللي كيدعموا فينا. مراسيل ما كتهدفش لحاجة وحدة، مراسيل عندها بزاف ديال الأهداف، من بينهم الدراري الصغار، المسنين، المرأة، ذوي الاحتياجات الخاصة، وكاع الطبقات الهشة اون جينيرال. زعما الى جينا نقولوا بغينا نديروا من بين الافكار اللي كنقولوا حملات توعوية، ندويو على المرأة، ندويو على كيفاش زعما التطور ديال الدراري الصغار، المجال القروي، على التهميج، على البنات اللي ما كيقدروش يمشوا للمدرسة. هادو من بين الافكار اللي كان نهدفوا ليهم في مراسيل اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على اله وصحبه اجمعين. ايمن الازدي، استاذ تعليم ثانوي التاهيلي، استاذ اللغه العربيه، فاعل جمعوي، واستاذ المسرح. اليوم نحن نحضر هنا لدعم هذا الشباب لتاسيس هذا الاطار جمعيه مراسيل المتحده، لان اطار جديد انبنى من تشخيص الواقع الجمعيات، واقع العمل الجمعوي، ويريد ان ينخرط كرقم صعب ايضا في هذا المجال، هذا خدمه الطفوله، المراه، والمجتمع بصفه عامه. هذا الاطار اللي هو اطار شبابي، تصورات للشباب من اجل التقدم والرقي بالعمل الجمعوي، وانفتاح على عمل جمعوي اكثر ديمقراطيه واكثر حريه واكثر نشاطا، يخدم المجتمع بالدرجه الاولى ثم يخدم الاشخاص بالدرجه الثانيه. فاحنا سعداء جدا بحضور ديالنا في هذا الجمع العام التاسيسي لدعم هؤلاء الشباب وللمضي قدما بالعمل الجمعوي، ولما لا للانخراط بشكل فعلي في تفعيل
أهداف هذه الجمعية اللي هي جمعية المراسل المتحدة. السلام عليكم، معكم حمزة الباز، رئيس جمعية الوداية للأشخاص فوادة إعاقة. بحكم الحضور ديالي اليوم في هذا اللقاء المتميز اللي هو الجمع العام ديال تأسيس جمعية مراسل، جيت دعما للأصدقاء ديالي اللي بينشؤوا الجمعية، وإن شاء الله أنا معهم قلبا وقالبا في المشاركة ديالي معهم في مجموعة من المعلومات ومجموعة من المسائل الخاصة بالعمل الجمعوي، باش إن شاء الله الجمعية ديال المراسل أنها تحقق أهدافها الأساسية، وإن شاء الله توصل لما هو أفضل وأحسن. وبحكم أن العمل الجمعوي هو تحتاج الصبر وتحتاج مجموعة من المثابرة والعمل الجاد، فإن شاء الله تبان لي أنه هناك شباب اللي قادرين أنهم يحققوا العمل المنشود إن شاء الله. وتحية جمعوية. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.